بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم مع جمال. اليوم إن شاء الله راح نتعلم كيفية اكتشاف الخلل في جهاز التكييف إذا ما كان يبرد. طبعا إذا كانت الماكينة الداخلية شغالة والماكينة الخارجية شغالة بس الكمبرسر مو بشغال، راح إن شاء الله نكتشف مع بعض هل هو الخلل من عدم وجود غاز تبريد كافي لاشتغال الكمبرسر، او ان فيه كباستر مثل الباور كباستر هذه تساعد على اشتغال على تشغيل الكمبرسر. فان شاء الله راح نشوف الكباستر اذا كان ما يعمل وشو الطريقه اللي راح نكتشفها فيه، والطريقه الثانيه راح نشوف اذا كان نقص في الغاز وشو الطريقه اللي راح نقوم فيها لاصلاح هذا الخلل. ارجو لكم متابعه شيقه وشكرا. طبعا هنا اول شيء نشوف ان الماكينه الداخليه او جهاز التبريد الداخلي يعمل بصوره سليمه، هذا كل شيء شغال. لكن اول خطوه راح تسويها راح تجيب الريموت كنترول وتعيد ضبط الجهاز التبريد. سبحان الله يمكن حد مغير في السيتنجز يعني هو الاعدادات. فاول شيء راح تسويه راح تضغط على طبعا هنا يبند، وهنا راح تشغله بالريموت. هذا راح نشوف مع بعض انه الماكينة اشتغلت. اشتغلت عن طريق الريموت، وهني شوف السيتنج الستاندرد تكون 24. راح نقوم مرة ثانية تشيل من اوتو راح تحوله الى الكول. في نسمع الصوت مع بعض، وهني راح ننزله الى اقل شيء اللي هو 18. بعد في صوت معناته الجهاز يوصل للماكينة وفي استقبال. وهذا طبعا هني راح نبدله من الاوتو. طبعا نشوف المربحة هذه خفت، نرد نغيرها الى وسط ثم نخليها على وضعية الهاي. طبعا نشوف اخر الوضعيات الاخيرة اللي خزناها اللي كولد 18 والمروحة تكون على هاي. وبذلك تأكدنا ان الماكينة هذه شغالة عن طريق الريموت وجميع الاوضاع المطلوبة للتبريد جاهزة او مضبوطة. ثم ننتظر 5 دقائق ونشوف هل الماكينة الداخلية تطلع هواء بارد او تعطينا هواء بارد او لا زالت على الهواء العادي او الدافي. طبعا بعد مرور 3 دقائق او 5 دقائق على اساس الريموت مال الجهاز او الكنترول اللي داخل الجهاز يشتغل راح تسمع صوت مثل الكليك، انه يرويك ان الجهاز من داخل اشتغل ووصلت الكهرباء للماكينة الخارجية. راح نطلع برا الحين ونشوف وضع الماكينة الخارجية. طبعا حاليا ما في اي هواء بارد، ما في اي شيء، فراح نتأكد من برا. اول شيء راح نلاحظه في الماكينة اذا كان الجهاز من داخل شغال وما يبرد، راح نشوف ان الماكينة الخارجية تشتغل بشكل طبيعي، المروحة شغالة ولكن لا يوجد اي صوت للكمبرسر. طبعا الكمبرسر مو بشغال، فهذا دليل اول شيء على انه يوجد في خلل، يا ان نقص في الغاز او ان الكباستر كباستر تشغيل مب يعني لا تعمل بشكل جيد. زين، ثاني شيء راح تسويه راح تمسك السكشن لاين، هذا المفروض يكون هذا اللاين بارد. طبعا حاليا لا توجد اي برودة فيه، وهذا دليل على ان الكمبرسر هذا ما يشتغل. طبعا اول شيء راح نفحص الغاز عن طريق هذا المفتاح مثل ما رويتكم من قبل. اول شيء راح تفك البرقي السفلي، برقي السكشن لاين اللي هو انبوب السحب، ثم ننظفه بالكلينكس، ننظف منه اي اتربه، ثم نجيب ساعة قياس ضغط الغاز. اول شيء قبل ما نركبها نتاكد ان البالبات جميعها، البالب اليمين الازرق، البالب الاحمر، معين سكرت البالب،
الاثنين مسكرين زين، والبيبات كلها راكبة زين، وراح نركب فقط البايب الأزرق. طبعا هنا نشوف مع بعض ان جالسين نركب البايب الأزرق، وراح يظهر لنا في الساعة زين اذا كان في غاز راح يظهر لنا. هذا دليل على ان وجود غاز داخل الكمبرسر زين، ويعني ان في خلل في الكباستا زين. راح نخليه الحين مركب وراح ننتقل الى فحص الكباستا. طبعا اول شيء راح تسويه راح نبند الماكينه المفتاح الخارجي، هذه بندت، ومن ثم راح نفتح القطاع. عند القيام بعملية الفحص الكباستر أو تبديلها، الرجاء أخذ الاحتياطات الأمان، لأن هذا الكباستر عبارة عن باور ستورج اللي هو مخزن للجهد زين، ويقوم بتشغيل المكيف. لذلك راح نلاحظ هنا أن فيه واير أو سلك الأحمر جاي من الكمبرسر، وسلكين، واحد جاي من الكهرباء الرئيسية، واحد جاي من الكمبرسر نفسه، يعني في وايرين. فالوايرات البيضة أو الأسلاك البيضة تكون مع بعض، وسلك الأحمر بروحه. أساس أن نفصله راح نلبس قفاز طبعا، وراح نفصل السلك الأحمر، نطلع نخليه بروحه، اسحبه معي، وبعدين راح نطلع الأسلاك البيضة. قبل ما نقوم بنزع الكباستر راح نسوي له عملية ديسشارج. طبعا الديسشارج اللي هو راح تمسك الاثنين الجهتين بنفس السكروب، توصلهم مع بعض اساس يستوي اي تفريق لاي شحنة موجودة في الكباستر. وبعدين راح نفك البرغي هذا زين، ونطلع الكباستر. طبعا هذا الكباستر نشوفه مع بعض، مكتوب عليه 550 مايكرو زين، 300 بلس اور ماينس 5%، 370-450 فولت اي سي كلاس بي. احيانا قد تضطر الى تبديل الكباستر مرة او مرتين، لان اذا انت ما كنت متأكد صلاحية هذا الكباستر بفحصها بطريقة معينة، تقدر تراجع الانترنت ويعلمونك كيف تفحصها. حاليا انا عندي كباستر اعرف 100% انه شغال. طبعا هذا الكباستر فيفتي مايكرو بلس 10 ماينس 5، نسوي لها ديسشارج. طبعا يمكن سبحان الله يكون فيها اي فولت، راح نمسك نوصل الاثنين هذول مع بعض زين، وبذلك نكون تأكدنا انه ما في اي كهرباء مخزنة داخل هذا الكباستر. يلا اثناء عملية التوصيل راح نركب اول شيء معين الابيض. اول شيء ركب الابيض. طبعا الوايرين الاثنين البيض راح يركبون مع بعض. والواير الاحمر راح يركب بروحه طبعا. زين قبل ما نرجعه، ولا ارجع لهذا، رجع الغطاء بس خليه كذا ركبه زين. راح نقوم الحين حاليا بتشغيل، طبعا لازلنا متأكدين ان الضغط موجود، هنقوم بتشغيل الماكينة بواسطة المفتاح الخارجي. سمعوا صوت هذا؟ لذلك الحمد لله عرفنا ان الخلل كان من الكباستر. راح نشوف الغاز مع بعض، ضغط الغاز ينزل، راح يبدا البيب السكشن او البيب الكبير انه يكون بارد. لذلك الحمد لله كشفنا مع بعض. شوف هذا البيب بعد بارد، شوف انه بدا يبرد، المروحه شغاله الحمد لله. الحين نلاحظ مع بعض ان البيب الكبير بدا يبرد، يعني وجود رطوبه عليه، لانه ساعة
قياس الضغط في مستوى طبيعي، وبذلك نكون قد عرفنا انه الخلل كان من الكباستا. الحين راح نفصل الساعة. نريد نتأكد عدم وجود، نتأكد عن وجود أي تهريب من الإبرة نفسها. نريد نمسحها مرة ثانية. راح أركب برغي. نشد عليه. نشد عليه بشكل خفيف بس. نشيل أغراضنا كلها. طبعاً هنا نحن نشوف، نتأكد الماكينة ما شاء الله قامت تبرد. وبذلك نكون اخواني واعزائي المشاهدين قد تعلمنا او اكتشفنا ان هناك ان الخلل كان موجود في الكباستر وليس في الكمبرسر او في تهريب او في الغاز نفسه. بس اذا لا سمح الله يعني وجدت اثناء قياس الضغط في الساعة مال الغاز ان الجيج يوم انت ركبته على صفر، فهذا يدل على أن لا يوجد أي غاز في الكمبرسر. ولذلك أنصح أنك ما تقوم بتعمية الغاز، لا تعبيه، لأن عندك مشكلة ثانية وهي تهريب، لأن عادة الكمبرسرات ما تهرب ولو حتى ممكن 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات إلا إذا كان في عندك تهريب من أي نقطة من نقاط التوصيل أو من الكندنسر نفسه أو وجود أي ثقب في أي مكان. لذلك أنصح أول شيء بإصلاح أو إيجاد مكان التهريب، ورح أرويكم إياه إن شاء الله في حلقة ثانية كيف نحصل مكان التهريب في أي مكان في المكيف، ثم أنك تلحمها، وبعد ما تلحمها تتأكد أن التهريب هذا راح أو زال 100%. بعدين تعبي غاز مرة ثانية وراح يشتغل معك الكمبرسر. أشكر لكم متابعتكم معاي، أخوكم جمال ناصر، كنتم معاه في مقطع جديد من مقاطع تعلم مع جمال. أتمنى لكم المتابعة في المقاطع الأخرى، وشكرا.